عنب نفسه انا هعمل طريقه اقدم فيها ورق العنب، تنفع في اول يوم في رمضان، تنفع لو عندي حفله، لو عندي عزومه، لو عندي خطوبه. هي طريقه مختلفه لتقديم ورق العنب بس في الاخر بتبقى حلوه قوي. انا هستعمل لو تفتكروا الكور الفلين اللي استعملناها قبل كده في البوكيه بتاع الكب كيكس ايام عيد الام، هستعملها بس هحط. طيب ماشي، ما انا لازم انا بفكر. موجوده في كل محلات الحلوانيه. فين؟ موجوده في محلات الحلوانيه، هتلاقوها دي بتتعمل بيها بوكيه الورد. نعم. عملنا بيها بوكيه الورد كمان بتاع الكب كيكس، هحطها في بوله قدها عشان ما تتحركش، دي اهم حاجه عشان وانا بشتغل اعرف اثبتها كويس جدا. وبعدين هجيب كوره اصغر من محلات بيع الحلوانيه. طيب وانت بتعملي كده يعني انت بتفتحي كده وبتجيبي خلايا بيكس لا دي بتاعت الشيش طاووق بس بحب انها تكون تخينه شويه عشان تثبت لي. جميل. وبتحط الكورتين في بعض. طيب انا هاخد تليفون معانا ام اسلام. اهلا بحضرتك. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كل سنه وانتم طيبين. وحضرتك طيبه. كل سنه وانت طيب يا شيف يسري. وكل سنه وانت طيبه مدام ايه. طيبه يا حبيبتي. ربنا يخليكي. وكل سنه وجوز حضرتك طيب والولاد. وكل سنه والحاجه طيبه يا شيف يسري. وحضرتك طيبه. ربنا يخليكي على الديكور الجميل بتاع القناه ده. الله يبارك فيك يا حبيبي. الف مبروك وكل سنه وانتم طيبين وكاست البرنامج كله طيب. ربنا يخليكي. احنا سعداء. الله يخليكي شيف يسري. سعداء بسماع صوت حضرتك. وطبعا زي ما قلت يا ريت نكون عند حسن ظن حضراتكم. عايز اقول بس ان الموضوع كان في ناس تعبت معانا كتير فانا بشكرها. يعني الف شكر حقيقي. بقى لهم ثلاث ايام ما بيناموش فانا بشكرهم كلهم بصراحه. هستعمل بقى التوت بيك الصغننين اللي هم خله السنان الصغيره. وهكون طبعا مسويه ورق العنب بس يا ريت ما تبقيش هريه، يعني يكون ماسك نفسه عشان لما اجي ارصه ما يتقطعش. هي الفكره ان ايه مش بتعمل ورق عنب، يعني الورق العنب كلنا بنعرف نعمله، لكن بتعمل حاجه كده بمناسبه رمضان، يعني شكل ديكوريشن مختلف. بتوريكم عروسه جابت نصها بس وحطت كورتين فوق بعض وهتعمل كانه فستان للعروسه. فستان للعروسه هعمله من ورق العنب وهزوق برده بالخس والطماطم كده اهو. اول حاجه هعمل لها الفستان من فوق، نغطيها كده من فوق. بصوا اهم حاجه طبعا انا مش هعملها لكم كلها بس هوريكم الشكل بتتعمل ازاي. اهم حاجه ان انا اول حاجه هغطي الفلين ده بالخس. ليه؟ عشان اكيد هيبقى فيه فراغات بين ورق العنب، فانا مش عايزه الفراغات دي تبان بيضه. فعلشان كده انا بحاول احط الخس ده كده اهو، او حتى ممكن نعمله بالمتشقلب عشان يبقى طري معانا، واروح مغطيه الكور كلها. يعني بتلبسها فستان بالظبط بالخس الاول علشان يبقى سهل عليا. استاذ هاني. الو. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيف ايه؟ اهلا وسهلا. ازي حضرتك؟ على فكره انا بنت اسمها ايه. ما شاء الله. قد ايه بقى؟ الله يخليك. عندها كام سنه؟ يعني في ثانيه ثانوي ولا ثالثه ثانوي. ما شاء الله عروسه يعني، ربنا يفرحك بيها يا رب. الله يخليك. ازيك يا حاج يسري؟ الله يخليك. ازيك يا استاذ هاني؟ هاني القراش معاك. ازي صحتك؟ بس حضرتك طيب. الله يخليك يا هاني. الله يخليك. وانت طيب ومبروك الديكور الجديد الجميل ده. حبيبي ربنا يخليك. اللي بيغلب عليه الطابع الاهلاوي. كده احنا هنعمل، احنا لسه اول يوم في رمضان. هنعمل ازمه. هنعمل ازمه بيني وبينه. لا بيغلب عليه طابع الحياه الحمراء. احنا الحياه الحمراء على فكره. يعني عشان برضو الناس ما تروحش كده بتشرد معانا، لا بيغلب عليه طابع الحياه الحمراء لان انت عارف ان الحياه حمراء. عشان كده طبعا بعد ما قلنا طابع الحياه وجمال الحياه وديكور الحياه الجديد وحضراتكم وكل سنه وانتم طيبين، هنستاذنكم هناخد فاصل سريع. بعد الفاصل هنرجع مع بعض وهنكمل العروسه. هنكمل العروسه ونعمل مع بعض دي هنرجع نكمل العروسه. صدر ديك رومي بطريقه مختلفه وعندنا حلو مفاجاه مش هنقول عليه غير بعد ما نرجع من الفاصل. خليكم معانا. حط بصوا يبقى احنا عملناها كسيناها كلها بالخس الاول وبعد كده ورق العنب كانه فستان كانه الفستان بتاعها. وخلينا شويه يعني بصوا ورق العنب كلها من ورا. بصوا ورق عنب وحتى حاطين عليها من تحت ورق عنب كده اهو. وانا سايبه الخس باين من قدام عشان يبقى زي كرانيش في الفستان. وشويه تشيري توميتو كده مدوبه تولي صح بالظبط. كرانيش بقى. طيب هي الفكره حلوه قوي جميله، يعني لو في عندنا عزومه كبيره او بنعزم الاسره وكده وعملناها يبقى شكلها شيك شويه. وطبعا هي عامله طبق تاني، يعني مثلا اللي زي حالتنا الناس اللي هي بتاكل العادي فياكل في الطبق التاني، لكن شكل العروسه
مع الديكوريشن اللي فيها حلوه مختلفه وجديده، حاجه جديده. ده اللي احنا بنقوله دايما، نقدم حاجه جديده. لازم يكون عندنا في تلفزيون الحياه جديد دايما، وفي المطبخ بالذات هتشوفوا مفاجآت ان شاء الله قريبا قريبا، حتى في البيت يا شيف يسري. يعني انا دايما بحب لما بيجي لي حد في البيت يقول لي الله انت عاملاها ازاي. الكلمه دي انا بحبها جدا، وده طبعا اللي بحاول اعلمه للستات طبعا كلها. انت عاملاها ازاي؟ افتكرت الفطيره. كويس، اخر لحظه نخليها هنا اهو.